تاني في الوحدة الأولى اللي هو درس المركبات الكيميائية. طيب سريعا كده هنناقش النقاط الرئيسية للدرس الأول قبل ما نبدأ إذا نشتغل على طبعا الدرس الأول بيبقى عندك حاجة اسمها التكافؤ. طيب التكافؤ بنعرفه بإنه عدد الإلكترونات التي يفقدها أو تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي، عدد الإلكترونات التي تفقدها الذرة أو تشارك بها أو تكتسبها أثناء التفاعل الكيميائي. طبعا كنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الروابط الكيميائية وعرفنا خاصة سلوك الإنسان كلها في ذات أثناء التفاعل الكيميائي، يعني إحنا مثلا في المياه الصوديوم إن هي 11 زائد التوزيع بتاعه 2 8 1 خلاص. قلنا ان هو السلوك اثناء التفاعل الكيميائي ان هو بيفقد الالكترون المستوى الاخير علشان يتحول معايا الى ايون موجب يحمل هنا شحنه موجبه واحده. اي الشحنه دي احنا بنسميها التكافؤ لان بتساوي عدد الالكترونات التي فقدتها هنا. فقدتها الذره فقد هنا الالكترون زي ما هنا تكافؤ وحاد. طب لو هنا مغنيسيوم فقد هنا 2 يبقى تكافؤ ثنائي. الالومنيوم فقد 3 يبقى هنا تكافؤ ثلاثي. كذلك هنا بينطبق الموضوع على نفس الذات، يعني عندك كلور 17 يبقى 2 8 7. هنا هيميل الى ان هو يكتسب الكترون واحد فيتحول معايا الى 2 8 8 وشحنه سالبه واحده، فيبقى عندي ده هنا برضه الايون الثالث لذره العنصر ده فلنسي اكتسب الكترون واحد، يبقى هنا الاكتساب الواحد ده هو التكافؤ، يبقى هنا برضه تكافؤ الذره هنا وحاجه نفس الموضوع بينطبق عندي على الاكسجين مثلا 2 6 خلاص اللي هو هنا محتاج يكتسب الكترونين هيبقى هنا تكافؤ ثنائي، وكذلك النيتروجين محتاج ان هو يكتسب 3 هيبقى هنا تكافؤ ثلاثي وهكذا. فانا بشوف عدد الالكترونات اللي في المستوى الاخير وهنا اشوف اذا كان هيميل للفصل دلوقتي الكتاب هو يفصل كام او يكتسب ومشارك بكام يبقى ده هنا التكافؤ ايه؟ التكافؤ بتاعه. في بعض العناصر يبقى ده يعني تكافؤات عده تكافؤات زي الحديد ذو تكافؤين الثنائي والثلاثي زي النحاس ذو حادي وثنائي زي النيتروجين والفسفور ثلاثي وخماسي زي الكبريت ذو ثنائي ورباعي وثلاثي. الحاجات دي تتحفظ كويس جدا موجوده في كتاب المدرسه موجوده في جدول تحفظها كويس جدا جدا لان انا مش هقدر اتحرك واقدر انا اشتغل بعد كده على موضوع الصيغه الكيميائيه خلاص الا لما احفظ هنا في عندي حاجه اسمها المجموعه الذريه دي كمان نقطه المجموعه الذريه. المجموعه الذريه هي عباره عن مجموعه من ذرات عناصر مختلفه متحدة معا تسلك سلوك الذرة الواحدة أثناء التفاعل الكيميائي ولها تكافؤ خاص ولا توجد منفرد. وهي مجموعة من ذرات عناصر مختلفة. المفروض لما بيكون عندي مركب زي ده مثلا لما أجي أفعله يتفك في المركب ده. زي هنا بيتفك خلاص الإيمان بتاعته أو الذرات والعناصر المكونة من المركب بيتفكك لما أجي أنا بحاول في التفاعل الكيميائي مع عنصر أو مركب تاني. لكن المجموعة الذرية لا، المجموعة الذرية بتفضل كتلة واحدة كده حزمة كده واحدة مع بعض من ذرات عناصر مختلفة ولكن لما بتتفاعل بتتفاعل وكأنها ذرة واحدة هي كده بتتفاعل كلنا يا ما بتتفاعلش خلاص. وانا عندي أمثلة كتير عندي مثلا مجموعة الهيدروكسيد او اتش عندي مجموعة المطرات ان او 3 عندي مجموعة النيتريت ان او 2 خلاص كل دي هنا غالبا وعندي مجموعة بيكربونات H2O3 خلاص برضه هنا سالبة وعندي المجموعة الوحيدة اللي عندي في المنهج اللي هي موجبة هي NH4 اللي هي الأمونيوم دي الوحيدة الموجبة كل العناصر كل المجموعات ديت أحادية تكافؤها أحادي. هيدروكسيد المطرات NH3 نيتريت NO2 بيكربونات H2O3 والأمونيوم NH4 ودي الوحيدة الموجبة فيهم كل ده تكافؤها طيب ليه التكافؤ الثنائي عند مجموعة الكبريتات SO4 خلاص شحنتين سلبيتين وعندي مجموعة الكربونات شحنتين سلبيتين برضه فهنا نعرف كده اللي بتبدأ دي كام شحنتها هنا بتبقى هنا تكافؤها الثنائي كبريتات كربونات عندي مجموعة واحدة بس اللي تكافؤها هنا ثنائي اللي هي
رمزية تعبر عن نوع وعدد الذرات المشارك في المركب. عدد صيغة رمزية رموز تعبر عن نوع وعدد الذرات الموجودة عندي في المركب. وليها طبعا طريقة أنا بتكلم عليها واحنا بنتناقش في الأربعة دول. طيب تاني حاجة عندي أنواع المركبات. طبعا عدد العناصر محدود، احنا اتفقنا 118 عنصر، ولكن عدد المركبات يفوق الحصر ومن الصعب حصره، لان يوميا يكاد يكون يوميا في صناعات مختلفه بيتم ابتكار خلاص مركبات جديده لاستخدامها في الصناعات المختلفه. فبالتالي صعب جدا نحصر مركبات، فبالتالي بضطر ان انا اعمل بقى هنا عشان يبقى عندي عمليه شبه حصر ان انا ادخله في مجموعات. فهنبدا نتكلم دلوقتي على اهم اربع مجموعات، طبعا مش كل المركبات، هي اربع بس انواع من المركبات اللي ممكن يعني بنتعامل فيها خلاص بشكل يومي او بنسمع عنها. عندي الاحمار، القرويات، والاكاسيد، والاملاح. الاحمار هي مركبات تعطي عند ذوبان الماء ايون الهيدروجين المتكتكه. هنا اتفاقا كده ان الاحمار كلها بتبدا الصيغه الكيميائيه بتاعتها في ايون الهيدروجين الموجب. خلاص ايون الهيدروجين هنا ايون الهيدروجين الموجب ده علشان يكون حمض، يا اما ان هو يساعد مع لاب لب ما عدا الاكسجين، ما عدا اي لاب، اي لاب لب ما عدا الاكسجين زي مثلا اتش بي ان اللي هو الهيدروجين. وهنا اوقع مجموعه ذريه سالبه، مجموعه ذريه سالبه عدا الاو اتش. هنا اتش مع ده مع ده الاو، او اتش هنا مع مجموعه ذريه سالبه مع على الاو اتش. طيب زي مين؟ طبعا اشهر الانواع عندي مثلا كمان عليه اللي هو اتش ال هيدروكلور هيدروكليك وكبريتيك اتش 2 اس او 4. طبعا بتختلف الاحماض من حيث القوه. خلاص القوه بتعتمد على درجه ذوبانها في الماء او درجه تفككها الى ايونات في الماء. فبتختلف عندي ما بين احماض قويه واحماض ضعيفه. احماض قويه زي الحمض الهيدروكليك، حمض الكبريتيك، حمض النيكليك، والاحماض الضعيفه اللي هو حمض الكربونيك اللي هو اتش 2 سي او 3. ده هنا حمض يصنف ان هو حمض ضعيف. خلاص؟ طيب تمام. القرويات مواد تعطي عند تفككها في الماء ايونات الهيدروكسيد السالب. يبقى جميع الصيغ الكيميائيه للهيدروكسيدات بتنتهي بمجموعه او اتش السالبه. طبعا هنا اشهرهم الصوره الكاويه اللي احنا عارفينها اللي هي هيدروكسيد الصوديوم الفتاته الكاويه اللي هي هيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم اللي هو كبير الغالي. طيب نخش هنا التمييز، نميز بينهم ازاي الاحماض والقرويات؟ طبعا المسؤول عن الخواص الحمضيه هو ايون الهيدروجين الموجب، المسؤول عن خواص القاعديه وهي الهيدروكسيد الحمضيه، خواص اصلا الحمضيه، خواص الحمضيه هو طعم لاذع يعني يلسع زي طعم الليمون كده او الثلج لما يكون مركب. كذلك ان هو بيحمل فقط اعباء الشمس التناسجيه او يحمل ورق اعباء الشمس الزرقاء. بالنسبه لمجموعه الهيدروكسيد أو اللي هو مسؤول عن الخواص الايه؟ القروية اللي هي ذر رق ثمرة عباد الشمس أو ورقة عباد الشمس الحمراء ولها طعم قوي. طعم قوي. طيب نيجي بعد كده الأكاسيد وهي المواد هنا مركبات تنتج من تفاعل العناصر سواء كانت لا بنسبية أو بنسبية مع الأكسجين. عن الاكسجين فهنا يا اما تفاعل عنصر بنفسجي مع الاكسجين يا اما تفاعل عنصر بنفسجي مع الاكسجين. مثلا زي هنا ثاني اكسيد الكربون بنفسجي مع الاكسجين، وهنا مثلا تفاعل هنقول مثلا البوتاسيوم كي 2 مع الاكسجين. طيب اخر حاجه عندي في الاداء وهي اي حاجه يعني بتحول لفصول كده اي حاجه بتبدا بكتش هنا لاحظ وهنا كتير اتش يبقى قروي وكتير او يبقى اكسجين وغيرهم يبقى ملح. خلاص تحاول يعني ايه كحاجه اختصارا كده، ولكن طبعا الملح هو بيأثر في التفاعل في جسم مع لا في جسم او في جسم مع مجموعه ذريه سالبه خلاص عدد هو الهيدروكسيد او مجموعه
مجموعه ذريه مذهبه مع مجموعه ذريه ناجبه على برضه الفو اتش اي مثلا. طبعا بتختلف هنا الاملاح في الخواص. طبعا اشهر املاح ملح الطعام اللي هي اس ال خلاص، وملح اللي هو نقاط او ملح ماوشي اللي هو نقاط الصوديوم، وملح اللي هو كبريتات الحاسة المائية اللي هي بنسميها كوتيا بلورات الكبريتات. كده ملخص سريع للدسم خلاص. طبعا اهم حاجه في الدسم ان انا احفظ التكوين كويس عشان الصيغه الكيميائيه خلاص في الامتحان. طيب نشوف كده بسرعه اكيد تكافؤ الكربون. طبعا تكافؤ الكربون رباعي، تكافؤ الكربون رباعي لان عنده زياده في الدسم، فبالتالي المواد هيبقى اثنين اربعه اللي هو هنا تكافؤ رباعي، وهو هنا في الحاله دي يشارك فقط ما يشاركش يعني باب العلم ايه مش ايه. بينما تكافؤ كبريت الثانيين ثنائي يا رباعي يا ثلاثي. طيب تكافؤ الحديد هنا بقى احنا قلنا ان الحديد له تكافؤ ايه؟ حديد له تكافؤ ايه؟ طيب تكافؤ الحديد المركب ده ايه؟ تكافؤ الحديد المركب ده ايه؟ طيب انا عشان اعرف تكافؤ الحديد لازم انا طبعا انا اكون حافظ التكافؤ. فابص على التكافؤ بتاع الاوكسجين اللي قدامه مين دلوقتي او المرتبط معاه مين؟ غاز الاكسجين. طب غاز الاكسجين تكافؤ ايه؟ ثنائي. طيب جميل قوي. طب ما هو ثنائي بس هنا ما فيش ولا اثنين ولا اي حاجه. اقرب حاجه ان ده اثنين هو كمان ده اثنين، واحنا في صوره افضل صوره فشلنا ده مع ده، بس ده هنا واحد وواحد وواحد ما فيش طبعا ما عارفين، بيبقى اف تي اي او. هنا تكافؤ الحديد في الحاله دي تكافؤ ثنائي. هنا تكافؤ ثنائي، احنا بنسميه حديدوز. حديدوز. بينما تكافؤ الحديد في المركب ده اف تي اي 2 او سي. طب جميل، احنا اتفقنا دلوقتي التكافؤ الاكسجين ثنائي. الاثنين موجود اهي قدام الحديد. طيب في ثلاثه مكتوبه جنب الاكسجين، يبقى دي تكافؤ مين؟ انا اعرف دلوقتي في الصيغه ان احنا بنبدل التكافؤات. طيب هنا تكافؤ الاكسجين اهو واحد على الحديد، يبقى حد يقول لي ده تكافؤ الحديد؟ لا، احنا هنا بدلنا يعني تكافؤ الحديد واحد مين؟ الاكسجين دلوقتي خلاص. فهنا دلوقتي في النهايه كل واحد واخد تكافؤ الايه؟ الثاني. فنيجي نبص نلاقي ان اف اي 2 دي مش تكافؤ الحديد، لا ده عدد مرات تكرار ذرات الحديد في المركب. وصلوا بقى كام ضرب الاكسجين؟ وصلوا ثلاثة، ثلاث ايه؟ ثلاث ضربات. خلاص؟ بس ده بعد ما بدلنا الايه؟ التكافؤ. يبقى عندي هنا اف اي 2 3 دي فيها تكافؤ الايه؟ الحديد اللي هو هنا التكافؤ الثباتي، فهنا هيكون ثباتي اللي هو بنسميه الحديد اي. خلاص؟ هنا الثنائي الحديد دول والثلاثي الحديد. طيب عدد ضربات مجموعة النظرات، لازم أكون حافظ الصيغة بتاعت مجموعة النظرات N O 3 أهي. يبقى عدد الضربات كام؟ والله ثواني أنا عندي ضربة نيتروجين، كام ضربة نيتروجين؟ ثلاثة. تمام، يبقى هنا كده عندي واحد ثلاثة كام؟ أربعة. يبقى عدد الضربات مجموعة النظرات أربعة. بينما عدد الضربات ثلاث ضربات في نص لايف.
طيب ثواني هو الجزئين ده كان عباره عن الصيغه بتاعته، الصيغه بتاعته كانت اتش 2 او. طب جميل قوي، هما كام ضربه عندي؟ اثنين هيدروجين وواحد اكسجين، يبقى هنا ثلاث ضربات، الضربات كده صح. طب كام عنصر؟ عندي الهيدروجين وعندي الاكسجين، يبقى عنصرين، يبقى هنا الاجابه مظبوطه. هنا السؤال هنا صح. طيب هل الكلوريد بتطلع من الاملاح التي تتوب في الماء؟ طبعا هنا لازم تحفظه كويس، هم عددهم يعني ليس الاهلي ولا خالص، لا هنا غلط. الكلوريد بتطلع من الاملاح التي لا تتوب. الكلوريد الصوديوم الكلوريد بتطلع. كربونات الامونيوم من الاملاح بينما ماء الدين من القرويات. طيب كربونات الامونيوم. والله ده هنا مجموعة ثانية موجبة ودي مجموعة ثانية متأكدة ومش مجموعة من هيدروكسيد، اه ده ماشي. يبقى كده مظبوط كده ماشي مصطفى. طب هنا بقى بينما ماء كتير من القلويات ماء كتير باتساع مصر دعمي بتاع هيدروكسيد الكالسيوم. طيب في هيدروكسيد اهو، هي مجموعه كويس، هنا كده في القنوات يبقى برضه هنا الاجابه واحده. الصيغه الكيميائيه لاكسيد الصوديوم هي NaOH، يعني OH مع بعض ها الاكسيد مش اكسيد، الاكسيد يبقى O بس. طالما O H هنا هنا طالب اكسيد وهنا الاجابه غلط. خش بقى على الصيغه الكيميائيه، الصيغه الكيميائيه عشان تكتبها نمشي خطوه واحده. طيب هنختار واحد زي ما انت بتقول لي الدواء، بكتب اسم المركب باللغه العربيه، يعني كلوريد الكالسيوم. ادي كلوريد الكالسيوم، وبعدين بعد كده بكتب الرمز او الصيغه الكيميائيه للمركب. الكالسيوم او للمجموعه الذريه كالسيوم سي ايه؟ كلور كالكوريت كلور سي ال. طيب بعد كده تكتب تحت كل واحد منهم التكافؤ بتاعه، كالسيوم تكافؤ ثنائي او كلور تكافؤ وحاج، عشان كده بنأكد على حفظ التكافؤات كويس. طيب هل هنا في امكانيه للاختصار ان انا اوصل لابسط صوره؟ طبعا لو ما يكونش الواحد هو قصده ابسط صوره، لازم يتابع هيحصل معاه ايه؟ مش هينفع اختصار. خلاص؟ فبالتالي هنا مفيش اختصار اكتر من كده، فالخطوه اللي بعد كده بقوم ببدل التكافؤات، كل واحد ياخد تكافؤ الثاني. فيبقى الكالسيوم هياخد الواحد، واحد ما بيتكافش. يفضل هنا بس الايه؟ رمز العنصر بس كفايه دليل على ان هو كده واحد. ياخد هنا الكلور اللي هو السي ال، ياخد الاثنين بتاعت الكالسيوم، يبقى عنده الصيغه النهائيه سي اي سي ال سي اي سي ال، ده كده صيغه كلوريد الكالسيوم سي اي سي ال. طيب نحاول يعني كده حاجه حبيبه كده للقنوات ازاي؟ الكالسيوم تكافؤ ثنائي زي ما اتفقنا، هو عنده مثلا يديني الالكترون بلس، يعني طبعا دي حاجه كده فوق خلاص، عنده 2 الكترون يعني يميل الى فقط 2 الكترون لانه عنصر كليه عايز يفصل الاثنين. طيب عندي بيتفاعل مع الكلور، الكلور عايز واحد بس خلاص، فالكالسيوم هيديله الكترون بس الكلور كده اتفقنا خلاص، انا كده خدت خلاص وتمام وقفلت اقل عنه، بس الكالسيوم لسه عنده الكترون. وبعدين ها يجي هنا ضابط كلور تاني تقوم واخده منه الالكترون ده، كده هو استقر وهم كده استقروا وتكون المركب الكيميائي عندي. فلما نيجي نطبق ده هنا الاقي سي اي سي ال 2 يعني بتكرر معايا مرتين، ففي هنا اذا انا ببدل التكافؤات علشان يديني النتيجه الصحيحه لتكرار كل ضربه هو المركب زي ما انتم شايفين بالمنظر ده ممكن، فيبقى الصيغه الكيميائيه لكلوريد الكالسيوم عندي سي اي سي ال 2. طيب نخش بقى على اللي بعده. خلاص عندي مين؟ عندي هيدروكسيد الامون الامون هيدروكسيد
الالومنيوم تكافؤ ايه؟ تكافؤ ثلاثي. طب الهيدروكسيد تكافؤ ايه؟ ها؟ عالي. طب هنا في اختصارات؟ لا خلاص. يبقى هنا نثبت تكافؤات. خلاص؟ ايه ال اللي ياخد الواحد هنا ما كتبش؟ والاو اتش هتاخد الثلاثه، هتاخد الثلاثه في البقى. ثلاثه هتاخدها فين؟ طلاق مجموعه ثلاثيه وهتاخد تكافؤ. هنحوطها هنا فوق نقطة الثلاثة تحت. خلاص؟ طالما هي مجموعة ذرية وتاخد تكافؤ، خلاص؟ نحوطها هنا فوق ونقطة التكافؤ تحت. خلاص؟ أسفل يمين في التسليم. خلاص؟ طيب، تعالى بقى هنا تشوف. طب ثواني، أنت هنا عامل في ال2 من غير فوق. عامل في ال2 من غير فوق. أيوه لازم ده هنا الحرفين رمز وعنصر واحد. رمز وعنصر واحد. لكن في هنا لا، في هنا مجموعة ذرية من عنصرين مش من عنصر ايه؟ واحد. خلاص؟ طيب فهنا كم ضرب كم عنصر عندي الأول؟ عندي الألمونيوم العنصر والأكسجين العنصر والهيدروجين العنصر. مجموعة ذرية من عنصرين اللي قالوا ايه؟ هيدروكسيد. طيب كام ذرة؟ يعني كده واحد واحد. الألمونيوم كام؟ واحد زائد. الأكسجين كام؟ يقول لنا واحد. لا ثلاثة. ثلاثة مضروبة في اللي جوه. فيبقى هنا ثلاثة زائد الهيدروجين ثلاثة، يبقى عدد الذرات هنا سبعة. خلي بالك من الحتة دي. خلاص؟ الذرات يبقى هنا كام؟ سبعة. طيب أنا عايز أكبرها شوية. هي نص الأكسجين الأول يبقى أكسيد الألمونيوم ALOH الكل ثلاثة. طيب أنا عايز أكبر الحتة دي شوية، ما بقاش هنا هيدروكسيد، لا. خليها كبريتات الألمونيوم. كبريتات الألمونيوم. الألمونيوم ها قلنا إيه؟ كبريتات SO4. طيب الألمونيوم تكافؤ ثلاثي. طيب الكبريتات قلنا هنا الفاظ اللي هي بتبدا بكاف يبقى ثنائيه ايه؟ برضه مفيش اختصارات، ده ما ينفعش الاختصارات، يبقى هنا هنعمل ايه؟ هنبدل بس. فيبقى ايه؟ ال هاخد الاثنين. طب ال او 4 احنا قلنا مجموعه ذريه وهتاخد تكافؤ نحوطها بقوس. كل ثلاثة. ماشي. كم عنصر؟ الألمونيوم عنصر، الكبريت عنصر، والأكسجين عنصر، ثلاثة عناصر. كم ذرة؟ خلي بالك بقى من الحتة دي. الألمونيوم كم ذرة؟ اثنين. الكبريت كم ذرة؟ ثلاثة مضروبة فيها، يبقى هنا فيها ثلاثة. طب الأكسجين كام؟ ها؟ واحد يقول أربعة، واحد يقول سبعة، واحد يا جماعة الأربعة دي عدد ذرات الأكسجين في المجموعة الواحدة. وأنا عندي المجموعة متكررة كم مرة؟ ثلاث مرات. يبقى ثلاثة في أربعة. رقم اللي بره في الرقم اللي موجود جوه. يبقى ثلاثة أربعة 12، عدد هنا الذرات 17 ذرة. خلي بالنا من حتة ثلاثة وأربعة دي. يعني مكتوب عندي الكربونات مثلا سي او 3 الكل هنا ثلاثة، يبقى أنا هضرب ثلاثة في ثلاثة، الكربون مرة واحدة متكرر، يبقى إيه؟ مرة واحدة في ثلاثة، لكن الأكسجين متكرر ثلاث مرات جوه المجموعة نفسها، والمجموعة نفسها متكررة ثلاثة، يبقى ثلاثة في ثلاثة تسعة. خلي بالنا من الحتة دي. خلاص؟ خلي بالنا من الجزئية دي. طيب، إذا أنا هستنى كبريتات الصوديوم، ماشي؟ هنا هدي كبريتات الصوديوم من ايه؟ طب من ايه؟ تكافؤ حاد كبريتات الصوديوم من ايه؟ كبريتات الصوديوم لو حادي ولو ثنائي. مفيش برضه هنا كبريتات يبقى ان اي 2 اس او 4 تاخد واحد يبقى ان اي 2 اس او 4. طيب كم عنصر صوديوم تبريد شين ثلاثة؟ كم مرة؟ اثنين صوديوم زائد واحد تبريد زائد أربعة جي
هنا هناك 7 أفراد. يبقى كمثال الصوديوم Na2SO4. آخر حاجة عندي أكسيد المغنيسيوم. المغنيسيوم رمزه MG، أكسيد O، المغنيسيوم تكتل، ثنائي أو الأكسجين تكتل، ثنائي. هنا بقى ممكن أحصل مع الاثنين، يعني شوف العامل المشترك اللي بينهم. خلاص إن أنا أقسم عليه يديني أبسط صورة، فده ممكن على الاثنين فعل واحد وممكن على الاثنين فعل واحد. خلاص؟ وبدل الأكواد فالإم جي هياخد واحد، وما كتبش الأكواد بيطلع ده في الآخر إم جي أو. حاطين الاثنين، ما هي اثنين واثنين راحوا مع إيه؟ مع بعض. خلاص؟ الآن اللي إحنا بنتكلم عليها اللي هي عملية الاختصار، إلى تحول أوصل لأبسط صورة، إذا كان الرقمين يقبلوا إلى القسمة على رقم واحد. خلاص؟ فكده يكون هنا خلصنا مراجعتنا السريعة على الدرس الثاني هو مركبات الكيميائية، وهو درس مهم ومعلش وحفظه كتير شوية، مراجع اشتغل كتير على الصيغ الكيميائية لأنه أكيد في الامتحان هيجي منها واحد يقول لك مثلا في الصيغ الكيميائية المركب الفلاني هي الواط مدينا الأربع اختيارات زي ما احنا بنشوف. طبعا لو أنا قلت كده ضربت واحد فتخلي بالنا من التكافؤات كويس، اشتغل كتير على الصيغ الكيميائية، اشتغل كتير على حفظ التكافؤات. خلاص؟ وبرضه نعرف الاحماض اللي عندنا والقلويات والاملاح والاكاسيد والاسماء الشائعه والاسم العلمي والاسم. معلش هو الدرس شويه في حفظ كتير، ولكن باستكرار حل الاسئله كتير طبعا هتلاقي العمليه سهله وبسيطه، وهو ده اكثر حاجه بتنجح في انها تثبت المعلومه في معرفه الحل الكتير. فربنا يوفقك ان شاء الله في الامتحان والى لقاءات اخرى باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.